خوف الانساب. هيا لو كنت في اخر الدنيا انا حاسه، انا حاسه انا نحب ان نخليك تغني. وانا ساكت بقى ماليش دعوه بالموضوع. بس فحبيت نقولها بين قوسين، هي فما اغاني تتغنى على المسرح او فما امكانيات انها تتغنى على المسرح، فما اغاني صعب تشوهها على المسرح. يعني احنا لغايه التو تقليديين على المسرح، الاوركستر الشرقي شويه مستغرب يعني اذا صح التعبير، دخلوا لحاجات جديدة، اوركي بورد مش عارفه ايه وجيتار.